يروى عن يعني قصة حصلت في أحد الدول العربية، وهي أنه كيف الله سبحانه وتعالى إذا فقد حبيبتي إنسان عوضه الله خيرا. هذه قصة تروى لرجل كفيف أو أعمى فقد بصره منذ القدم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحماس وأعطاه الجراءة في القول والعمل، وبدأ منه صغير يبحث عن عمل، شيء مهارات يسويها بيده ولا محل تاجر فيه. وكان سبحان الله يعني من 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 نباهته حفظ القرآن في 3 سنين وهو كفيف البصر، ولديه أخوان وخوات، لكن طلب من أهله أنه يفتحوا له متجر بسيط، وكان وفعلا فتحوا المتجر، يبيع حلويات، يبيع مواد غذائية، والناس خبركم المجتمعات طيبة، ما دام شافوه أنه كفيف البصر ودهم يعينونه حتى يستمر، لأن الشاب يبي يتزوج، وسبحان الله هذا الولد الكفيف صار هو اللي يعين أبوه وأمه وخواته وأخوانه من هذا المتجر البسيط. فكان البيت بعيد جدا عن يعني مثل ما يقال كيلو وين عن المتجر ماله، وحواري وأزقة ضيقة، سكيك صغيرة يعني بعيدة، فلازم كل يوم الصباح أحد يجيبه ويرجع الظهر، وبعد العصر يرجع، وفي الليل يرجع، والك يعني. فهيئ الله له يعني عزكم الله كلب حراسة من أحد الجيران، قال له يا فلان ليه ما تعود هذا يروح ويجي معك؟ قال ما أعرف أدربه، قال أنا بروح معك إلى أن يتعود. أنا فزع من عندي يا جارك، أبى أحط بيدك الحبل هذا ويوديك. وفعلا ما شاء الله الكلب هذا صار يوديه ويجيبه لمدة 7 سنين. فأحد الجيران صار بينه وبين هذا الشخص موقف صعب شوي، فجاب الحمى وسمها وحطها لهذا الكلب. فصحى الصبح للكلب ميت عند الباب، يصحي بالحبل ولا ميت؟ صحى لقى الكلب ميت، فدعا على من وضع هذا، وفعلا دعا من هذا أن يشل الله يده يعني، ودوه. بعد يومين فعلا الجار شلت يده، فطرق الباب عليه، قال ترى أنا اللي كذا. قال ليه الآن منعتني؟ أنا الآن لازم أحد يوديني يجيب. قال أنا اللي أوديك وأجيك، بس ادع الله أن الله يشافي إيدي. فبما أنه قارئ القرآن فعلا قرأ عليه يمكن أسبوع أو أسبوعين أو كذا، الحمد لله بدأت تتحرك إيده، فصار هو اللي يوديه ويجيبه إلى أن هيئ الله له وسيلة أخرى. فهذه من العظات للعظة.